زي ما احنا بنتابع ابطالنا في كل الالعاب، اكيد لازم يكون معانا النهارده استعدادات او نتابع استعدادات الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي للمباراه الهامه مع انبي، اللي احنا كلنا عارفين ان هي مباراه هامه، بس لازم نقول كلمه لجمهورنا: النادي الاهلي بيلعب لاخر ثانيه، وكل نجومنا في كره القدم ان شاء الله هيفرحونا. تعال نطير سريعا الى ملعب التتش والزميل كريم احمد من ملعب التتش. كريم اهلا بيك. برحب بيك طبعا في البدايه كابتننا كابتن خالد العودي، وببارك لك ويا رب ان شاء الله باذن الله كالعاده تكون موفق، والبرنامج كمان يكون ليه متابعين كثيرين جدا من جمهور النادي الاهلي العظيم، وان شاء الله يكون موفق كابتن خالد. كريم ميرسي جدا. كريم طمنا النهارده على فريق النادي الاهلي لكره القدم واستعدادات الهامه والهامه جدا لمباراه انبي، يا ريت تقول لنا الاخبار ايه عندك. يعني نقدر نقول يا كابتن خالد في البدايه طبعا يعني ما فيش قدامنا حلول غير ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي باذن الله تفوز بالخمس مباريات القادمه بالروح والعزيمه والاصرار والشخصيه المعروفه على النادي الاهلي مهما كانت طبعا النتائج الاخرى، لكن نركز فقط لغير في مبارياتنا. المباريات كلها مهمه، يمكن زي ما انت تابعت يا كابتن خالد وبتشوف على طول اي فريق بيقابل النادي الاهلي هي مباراه بطوله بعيدا عن ترتيبه بعيدا عن تواجده في جدول الدوري العام. الحقيقه النهارده نقدر نقول ان بيتسو موسيماني يعني محاضره فنيه مطوله اخيره طبعا قبل التوجه اللي يمكن منتظرين لعيبه النادي الاهلي تنتهي من المران وتتوجه الى فندق الاقامه اللي قريب جدا من استاد الاهلي والسلام، اللي ان شاء الله يستقبل مباراه النادي الاهلي وانبي في بطوله جدول الدوري العام. حاله الاكيد الحزن عند اللعيبه وعند الجمهور وعند الجهاز الفني، لكن خلاص زي ما بقول لك كابتن خالد لابد التركيز وقفل الصفحه وغلق الصفحه تماما للتركيز فيما هو قادم. اللعيبه يمكن النهارده عندنا بعض الغيابات، بنفقد عدد كثير من اللاعبين على راسهم طبعا محمد شريف اللي يمكن بيقابله سوء توفيق. الحقيقه كان ماشي بشكل رائع ومميز، تخطى 19 هدف في موسم واحد، الحقيقه كان اداؤه مميز جدا، لكن هو ده يمكن هي دي كره القدم، سوء التوفيق ما بيقابل اللعيب او بيقابل الفريق بشكل عام، والباد لك ما بيقابل فريق النادي الاهلي مهما كانت طبعا الجهد ومهما كان التركيز والفنيات اللي بيقوم بيها بيتسو موسيماني الحقيقه، لكن مع عدم التوفيق الامر بيكون صعب شويه على فريق النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله بالحماس الكبير اللي فيه اللعيبه وبالتركيز، ويمكن كمان عايز اكد على نقطه مهمه جدا يا كابتن خالد، وهي جلسه الكابتن محمود الخطيب المعتاده مع لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه وفي الفوز وفي الافراح. يمكن كابتن محمود الخطيب الحقيقه امس كان ليه محاضرة او اجتماع نقدر نقول مع لعيبه النادي الاهلي، اكد على اهميه الفتره اللي جايه، ضروره الفوز بالمباراه، اللعب لاخر دقيقه، صناعه الاهداف واهدار الفرص، ده امر يمكن بيزعج الجهاز الفني وبيزعج اللاعبين بيزعج الجمهور، لكن لابد ان احنا نكون مركزين بشكل كبير في انصاف الفرص. امور عديده جدا فنيه وامور اداريه، يمكن الحقيقه الكابتن محمود الخطيب كانت كلماته واصله ووضحت ووصلت الحقيقه للاعبي النادي الاهلي، فبنامل ان شاء الله باذن الله انطلاقتنا تكون من غدا مع مباراه انبي نقدر نحقق ثلاث نقاط مهما كانت الظروف ومهما كانت الغيابات. بيغيب عندنا وليد، بيغيب عندنا محمد شريف، بدر بنون يمكن كمان عايزين نطمن عليه كل جمهور النادي الاهلي، سلبيه المسحه النهارده يمكن تواجد في جزء بسيط جدا من التدريب الفردي طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي بالكامل. ان شاء الله بنامل تدريجيا يكون مع الفريق في المباريات القادمه. ايضا كمان محمد شريف زي ما اكدنا قلنا يمكن 10 ايام هتبعده او اكثر شويه عن المباريات. واخيرا وليد سليمان اللي يمكن مستمر في البرنامج التالي بياخد اجزاء بسيطه جدا، ويتبقى محمود كهربا كمان اللي يمكن بناكد على الجاهزيه الخاصه ليه وتواجده النهارده في المران. الامور كلها طيبه كابتن خالد طبعا، لكن بنعمل ان شاء الله لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا غدا، ويا رب ان شاء الله ثلاث نقاط تكون من نصيب النادي الاهلي. كريم بشكرك شكرا جزيلا. الحمد لله كريم احمد من ملعب التتش بالنادي الاهلي طمنتنا على فريق النادي الاهلي، وانا بقول لكم لازم نقول لكل جماهير هندعم وهنفضل ورا فريق النادي الاهلي، وان شاء الله لاخر ثانيه النادي الأهلي هيكون في المقدمة.